مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد وحلقه جديده السادسه مساء. الحقيقه يمكن الكلام اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم امبارح بيقرب لانه يكون حقيقه قاب قوسين او ادنى زي ما بيقولوا، كلام على تاجيل دور قبل النهائي لبطوله افريقيا. وقبل ما ندخل في فكره التاجيل وقبل ما ندخل في وجهه النظر الفنيه لكل نادي على حده، بالمناسبه هم ست أندية من أصل 8 بيشاركوا في دوري الأبطال والكونفدرالية وافقوا على التأجيل باستثناء نادي الزمالك المصري ونادي بيراميدز المصري، هما الناديين الوحيدين اللي بيشاركوا في الأدوار قبل النهائية اللي رفضوا. الحقيقة يمكن وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم بالتفصيل طبعا، لكن الحقيقة المثير لعلامات الاستفهام هي فكرة إنه الأهلي دايما يكون في جملة غير مفيدة على الإطلاق على لسان مسؤولي الأندية، وكأن الحقيقة وإحنا بنتكلم على أندية كبيرة بالطبع انه اي نادي بيوصل لقبل نهائي افريقيا بالتاكيد هو نادي كبير، وبحكم التاريخ والرصيد الكبير جدا للنادي ده والجماهيريه اللي بيتمتع بيها هو نادي كبير، لكن للاسف الشديد جدا يبدو انه مسؤوليه لا يقدروا حجم الجماهيريه ولا الشعبيه اللي بيتمتع بيها النادي. الحقيقه تصريحات غريبه جدا، اتفهم انه لما يكون في موضوع شائك زي ده مرتبط بظروف صحيه وملابسات بسبب فيروس كورونا مأثره على العالم كله، تطلع تصريحات احد مسؤولي الانديه بيتكلم على موقف الاهلي، يعني بدل ما بيتكلم على موقف فريقه او بدل ما بيشرح المنطق اللي بناء عليه اخذ الفريق بتاعه قرار بالموافقه على استكمال البطوله في موعدها المعلنه مسبقا، نلاقيه بيستعجب او بيحط علامات استفهام على موقف الاهلي، وده شيء مش مفهوم الحقيقه، شيء بيزيد من حده التعصب، شيء يعني الحقيقه بيتكرر مرارا وتكرارا بدون ادنى سبب. نفهم كويس جدا انه كل فريق من الفرق اللي بتشارك بيبحث عن مصلحته الفنيه، والاهلي من حقه كنادي بطل قرن وبطل القاره الافريقيه ونادي من اكبر الانديه في مصر والوطن العربي وافريقيا والعالم انه ياخد القرار اللي يشوفه انه بيخدم مصلحته الفنيه. الاهلي في موقفه الرسمي اعلن انه متمسك بالمواعيد المعلنه مسبقا، ولكن بيحترم الظروف الخاصه جدا اللي بتمر بيها المغرب، وكان من الاولى اذا كنا هنسال عن موقف نادي زي نادي الزمالك اللي كان رافض ان هو يشارك في بطوله الدوري ورغم كده تمسك بان هو يلعب قبل نهائي دوري الابطال في موعده في الوقت اللي بتتفشى فيه جائحه كورونا في المغرب. الحقيقه علامات استفهام كثيره جدا على كثير من تصريحات المسؤولين في نادي الزمالك اللي الحقيقه بقت غير منطقيه وغير مقبوله وغير مفهومه. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. متهيألي مفيش كلام اكتر من اللي انت قلته يا احمد، فعلا الاهلي من اول يوم متمسك بقراره وما طالبش بالتاجيل ابدا، وكان قال مستعد ان هو يواجه اي فرقه بكامل قوته وان المواعيد تكون في وقتها دوري ابطال افريقيا، وما كانش في اي نيه للتاجيل من عندنا، لكن لما يكون في تصويت وفي كل نادي بيبص لمصلحته وبياخد قراره مش المفروض ابدا ان انديه ثانيه او مسؤولين في انديه ثانيه تطلع تنظر انه ليه النادي الاهلي خد القرار ده، وليه النادي الاهلي اللي كان بيطالب باستكمال الدوري دلوقتي عادي ما عندوش مشكله ان افريقيا تتاجل شهر كمان. طب ما هو ليه انت وانت بتطالب بالغاء الدوري دلوقتي ما عندكش مشكله ان انت متمسك جدا بقرارك انك لازم تلعب افريقيا دلوقتي؟ فالحقيقه المفروض انه ما يبقاش في من المسؤولين الانديه الاخرى يا احمد انه بننظر على النادي الاهلي، او زي ما انت قلت ما نحطش النادي الاهلي في اي جمله غير مفيده، كل واحد يشوف مصلحته، كل واحد يشوف ايه اللي اصلح ليه. كمان فكره انه النادي الاهلي الحقيقه احنا فارق معنا جدا جدا ظروف اشقائنا في المغرب، وبنبص للمصالح المصريه المغربيه وانه قد ايه هم بيمروا بظروف صعبه جدا، ودي حاجه مهمه ان احنا نراعي ظروف. اكيد يعني مصر والمغرب معروف قد ايه في بينهم علاقات قويه، وكمان بنبص لمصلحه الفريق زي ما قلنا كل واحد بيبص لمصلحته، فمش المفروض فعلا يبقى في تنظير من اي مسؤولين في انديه اخرى. كمان يا ساره انه انا لما اجي اخد قرار يتعلق بالنادي الاهلي ابص على القرار اللي يخدم مصلحه النادي طبعاً. الاهلي مش هفكر ابدا في القرار اللي يخدم مصالح غيري. ومع ذلك خدوا بال حضراتكم الموضوع مش بس انساني، لانه كان من الوارد جدا انه يتم استغلاله، واحنا اتكلمنا على ده يمكن من اسبوعين فاتوا، عملنا اكتر من سكايب في السادسه مساء مع صحفيين متخصصين من المغرب اكدوا على تفشي حالات كورونا في نادي الوداد، وكان من الاجدى يعني اذا كان الاهلي بيفكر انه يستغل هذه الجائحه او هذه المشكله انه يصمم على اقامه الماتشات في موعدها، لانه ده يمكن يفيده بشكل كبير جدا، فرقه يكون عدد كبير جدا من لاعبتها في حجر صحي لمده 14 يوم او يزيد، وبالتالي ده بالتاكيد هياثر على مستواهم، استغل انا الفرصه دي ولاعبهم في على ارضهم في مباراه الذهاب وهم مش جاهزين، ده ممكن يفيدني في تحقيق نتيجه ايجابيه تسهل لي بعد كده ماتش العوده. ده لو احنا بنفكر بس
بمبدأ المصلحة، لكن الحقيقة اعتبارات الأهلي أكبر من كده بكتير، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي، لأنه إحنا جاهزين أيا كان الميعاد، كان 24 25 كان 16 أو 17 أكتوبر، إن شاء الله فرقة النادي الأهلي جاهزة، وإن شاء الله بإذن الله البطولة من حظنا ومن نصيبنا. نبتدي مع حضراتكم حلقة النهاردة ونبتدي بأهم العناوين والأخبار. الأهلي يواصل تدريباته في التتش استعدادا للإسماعيلي. أجاي يقترب من التشكيل الأساسي للأهلي. تطورات جديدة في واقعة فقدان كأس أمم إفريقيا 2010. اتحاد الكرة الكاف يقرر تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال. تقارير تركية إنني ضمن اهتمامات جالاتاسراي. أستون فيلا يعلن إنهاء أغلى صفقة في تاريخه. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة اسمحوا لي بس قبل ما ندخل في تفاصيل الأخبار، وبمناسبة المقدمة والموضوع اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم أنا وسارة في بداية الحلقة، إحنا في مرحلة أعتقد إن إحنا عانينا بشكل كبير، إحنا كمصريين، أنا مش بتكلم على إحنا كنادي أهلي أو كأهلاوية، إحنا كمصريين عانينا لسنين طويلة جدا ودفعنا فاتورة صعبة جدا، فاتورة من دمنا وفاتورة من قوتنا بسبب التطرف والإرهاب، وما زالت المحاولات مستمرة، وأعتقد إن الفاتورة دي اللي كلنا دفعنا ثمنها علينا إن إحنا نعي تماما إن إحنا كلنا مسؤولين في الدفاع عن البلد دي وتفاهم الوضع، وإن كل حد في إيده أو دوره من موقعه إنه يكون ليه وعليه مسؤولية. إذا كنا بنتكلم على مواجهة التطرف فالدولة أعلنت من يوم الأول إنه مش بس بنتكلم على تطوير خطاب ديني، ومش بس بنتكلم على مواجهة أمنية، إحنا بنتكلم على تربية وبنتكلم على تعليم وبنتكلم على ثقافة وبنتكلم على رياضة، كل دي أدوات الحقيقة مواجهة مفترض إن كل حد في موقع مسؤولية يدركها ويعنيها تماما، وإنه يشتغل عشان يكون ليه دوره مؤثر، بالذات بقى لما نيجي نتكلم على ناس في موقع مسؤولية، ناس بتمثل قدوة لشباب طالع، وحضراتكم عارفين إنه أغلب جماهير الكرة في مصر طبعا يعني أو قطاع عريض وكبير جدا منها من الشباب الصغير، وبالتالي لابد على كل مسؤول إنه يحسب ويوزن كل كلمة بتطلع على لسانه، لأنه للأسف الشديد في أوقات كتيرة جدا في تصريحات وفي كلام بيزيد من حدة التعصب وبيزيد من حدة التطرف الرياضي اللي هي بالتأكيد جزء في التركيبة تركيبة الشخصية إحنا محتاجين نقضي عليها ونتعامل معها. ده بس يعني كلمة مهمة جدا أرجو أنها تلقى صدى أو تلقى قبول، وأرجو أن يكون في ناس بتفهم وبتقدر. نتكلم على الأهلي، والحقيقة أنه الأهلي مسيرته لا تتوقف مش بس رياضيا في كل المجالات، وإحنا يمكن في اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها فرع نادي الأهلي في شيخ زايد، واستكمالا أعتقد لعدد كبير جدا من الإنشاءات والإنجازات اللي تمت في عدد من الفروع في الفترة الأخيرة سارة، وإحنا شفنا يمكن في حلقة من السادسة استعرضنا فيها تطوير في فرع مدينة نصر. النهاردة بنشوف الشيخ زايد، دي جولة طبعا تفقدية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، كان بيشرف وبيتابع الحقيقة كل التطورات اللي بتحصل في الفرع ده، وكمان منها طبعا صالة الاسكواش والجمباز ومجمع البنوك، وهكذا تدار المؤسسات يا أحمد. حقيقي الحقيقة الإنجازات اللي حققها النادي الأهلي مش بس جوه الملاعب أو يعني في البطولات الرياضية، لكن كمان في مسيرة تطوير البنية التحتية في النادي وأفرعه المختلفة، أعتقد مسيرة تحترم جدا وفيها يعني قدرة عظيمة جدا على الإنجاز، سواء من ناحية التنفيذية أو من ناحية الزمنية. أنا بتهيألي أنه إحنا في إيقاع سريع جدا في حجم الإنجازات اللي بتتم في النادي الأهلي، شفنا تطوير قناة النادي الأهلي، شفنا استاد الأهلي والسلام، وشفنا عدد كبير جدا من الأفرع بيتم فيهم عملية تطوير وتجديد شاملة على كل المستويات. نتكلم شوية مع حضراتكم عن ماتش الإسماعيلي، وبيتهيألي أنه إحنا يمكن قلنا مبارح أنه ماتش مهم جدا يا سارة، وأعتقد أنه النادي الأهلي والفرقة فايقة قوي الإسماعيلي يا أحمد طبعا، والأهلي بيتهيألي يعني العرض أو العروض اللي قدمها في الفترة الأخيرة فيها تحسن نسبي في المستوى، قلنا من ماتش الحدود الأخراني كسبنا بشكل كبير جدا وليد وأجاي، حطي عليهم كمان كهربا اللي انتهى الايقاف بتاعه، فبيتهيالي السكواد بتاع الاهلي في مواجهه الاسماعيلي محتاجين كمان ندعم كهربا قوي يا احمد قبل الماتش ده، زي ما كنا واخدين بالنا الفتره اللي فاتت كان في محاولات مستمره لتشتيت كهربا او اي كلام ممكن يتقال علشان اللاعب بيطلع من تركيزه، عشان معروف قد ايه كهربا لاعب مهم جدا، لاعب في الكره المصريه ليه تقله ولاعب مهم جدا وفي النادي الاهلي، وهيفرق جدا باذن الله رجوعه للنادي الاهلي، فالحقيقه محاولات برده سخيفه
من تشتيت اللاعبين او خصوصا كهربا، ان هو عارفين انه قد ايه هو هيفرق لما يرجع الفريق، بس احنا بندعمه جدا وبنقول له انه جمهور الاهلي فعلا في ظهره. جمهور الاهلي انا متابعه السوشيال ميديا احمد على طول بوستات عن كهربا وان احنا مستنيين عودتك وان انت اكيد هتشرفنا وان انت اكيد هتبقى فارق معانا، فدي حاجه مهمه برضو ان احنا ندعم. انه كمان في عامل محفز عند كهربا انه جعان كوره، يعني طبعا. فكره انك انت تبتعد عن ودرس درس مهم جدا الحقيقه، فكره جزء كبير جدا من شخصيه اللعيب وقدرته على تطوير مستواه هي فكره الثبات الانفعالي وقدرتك على السيطره على اعصابك في اصعب الظروف اللي ممكن فريقك يكون محتاجك فيها، واعتقد انه درس مستفاد. نتمنى انه ان شاء الله باذن الله يعني يضيف لكهربا خبره في فكره السيطره على الاعصاب والتعامل مع اي حاله من حالات الاستفزاز. خليني اقول لك كمان انه في لعيبه من الاهلي غابت سواء بسبب الايقاف او لانه المدير الفني فايلر ريحهم لفتره، لما رجعوا تحسي ان هم واخدين نفس. يعني انا من الماتشات اللي بقالي كتير قوي ما شفتش علي معلول فت وفايق وعلي معلول اللي احنا عارفينه المؤثر دفاعا وهجوما زي ما شفته في الماتش الاخراني مع الحدود، وكما لو ان ماتش الايقاف او مباراه اللي تم ايقافه فيها بسبب حصوله على 3 انذارات اديته نفس رجع بيه فريش مره ثانيه. فلا لعيبه الاهلي سنه بسنه في كتير جدا بيبتدوا يرجعوا لمستواهم اللي احنا عارفينه، ونتمنى ان ده في النهايه بقى يتترجم لصالح فرقه النادي الاهلي ان شاء الله. يمكن كنت بسالك قبل الهوا على ان في اتجاه ان فايلر في ماتش الاسماعيلي هيلعب ببادجي، مش هيبقى الثنائيه اللي احنا تعودنا عليها الفتره اللي فاتت مروان وبادجي، هيدفع بس ببادجي في الهجوم، انت ايه رايك؟ يعني هو الراجل جرب، انا قلت لك طبعا انه فكره تلعبي باتنين روس حربه في ماتشات ما قبل دوري الابطال، خلاص احنا بعدنا طبعا عن دوري الابطال، بس يعني قبل ما نعرف ان الماتشات هتتاجل كانت فكره بالنسبه لي غريبة شوية، لكن واضح كمان انه مفيش انسجام، يعني عشان تلعبي اتنين روس حربة، واحد صريح وواحد شادو سترايكر او الاتنين بيلعبوا جنب بعض، ده محتاجة بين الاتنين فراودة قدرة كبيرة جدا على التفاهم والانسجام، لغة العيون بتبقى حاضرة دايما في الصندوق، انت شفتني لو اتحركت كده هبقى انا جاي في المكان الفلاني، او لو انت قطعت على القريبة هقطع انا على البعيدة، وده ما كانش بيحصل، بالعكس كنا اوقات كتير جدا بنحس انه في تداخل بين دور مروان ودور بادجي في جوه الصندوق، وبالتالي اعتقد انه دي الطريقه الانسب انه يبقى في راس حربه واضح وصريح، يكون بادجي يكون مروان، ده قرار في النهايه مستر فايلر هو اللي عنده قدره انه يشوف مين الاجهز ومين اللي هيفيد الفرقه بشكل كبير جدا ويكون عليه الاختيار. زي ما قلنا هو لازم فعلا يجرب كل حاجه قبل افريقيا، ودلوقتي خلاص بقى بعيدنا فعلا فتره عن افريقيا. نروح يا احمد لازمه اختفاء كؤوس امم افريقيا، النهارده النائب العام امر باحاله الواقعه دي لان العام طبعا الواقع اللي بتاعت فقدان كاس بطوله امم افريقيا العام 2010 من بين مقتنياته لنيابه الاموال العامه العليا بمكتب النائب العام، وده طبعا للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا. يعني البيان الرسمي اللي صدر عن النيابه النهارده قال فيه انه كانت وزاره الشباب والرياضه بعد ما اثير بالمواقع المختلفه من فقدان بعض المقتنيات من الاتحاد قد خطبت النيابه العامه بما انتهت اليه اللجنه المشكله بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وطبعا تبين فقد الكاس المذكور وتضارب الاقوال بين مسؤولي الاتحاد حول اسباب طبعا الفقدان ده بطلب التحقيق في الواقع. التحقيقات اللي كانت اجرتها اللجنه المشكله من وزاره الشباب والرياضه كشفت طبعا اختفاء نسختين لكاس افريقيا زي ما حضراتكم عارفين، وكمان السيوف والدروع المهداه لمجالس ادارات الجبليه المتعاقبه، وده وفقا للي قاله احد المصادر داخل اتحاد الكره في تصريحات رسميه. طبعا ما دام في تحقيق من النيابه العامه احنا ننتظر طبعا نتيجه التحقيقات، وفيما يبدو يعني انه قرار الاحاله للنيابه انه اللجنه اللي كانت شكلت من قبل وزاره الشباب والرياضه كان مفترض انها هتراجع الموقف من الناحيه الفنيه والقانونيه، ويبدو انه هذه اللجنه لم تتوصل لشيء مما ادى الى احاله الامر الى النيابه العامه. نروح لاتحاد الكره المصري برضو، الحقيقه يمكن في يعني زي ما قلنا لحضراتكم في البدايه، وده يعني عن احد المصادر من داخل اتحاد الكره اللي كشف النهارده انه الاتحاد الافريقي بكره في اجتماع المكتب التنفيذي هيصدر قرار بتاجيل مباراتي نصف النهائي دوري ابطال افريقيا اللي بتجمع زي ما قلنا لحضراتكم بين الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. التصريحات الصحفيه الحقيقه قال فيها المصدر انه مباراتي الذهاب نصف نهائي دوري الابطال هتكون
هتقام يوم 16 و17 اكتوبر المقبل، اما مباريات العوده فهتقام يوم 23 و24 اكتوبر. زي ما قلنا لحضراتكم بالظبط امبارح، التغيير الوحيد انه تم الاتفاق على انه يتم اقامه نهائي دوري الابطال يوم 6 او 7 نوفمبر بعد ما كان معلن انه هيقام في اخر ايام شهر اكتوبر. لا، اعتقد انه التوجه دلوقتي بيقول انه هيلعبوا الماتش او المباراه النهائيه يوم 6 او 7 نوفمبر. وبعض المصادر الصحفيه كمان كشفت عن كواليس الاجتماع اللي عقد امبارح بين مسؤولي الاتحاد الافريقي وبين الانديه الثمانيه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه. التقارير دي كلمت انه ممثل الاهلي في الاجتماع، وده اجتماع بالمناسبه اتعمل من خلال الفيديو كونفرنس، قال انه النادي بيطالب طبعا باحترام المواعيد المحدده مسبقا، واشار في الوقت نفسه انه الاداره لا تمانع من تعديل المواعيد اذا كانت هناك ازمه صحيه وانسانيه لدى الاشقاء المغاربه، خاصه اذا رات الجهه المختصه اللي هي الكاف طبعا نفس الرؤيه. الحقيقه يمكن احنا بنتكلم هنا، وخدوا بال حضراتكم يعني، لانه برضو في كان في بعض المقارنات يا ساره بين فكره عوده النشاط او استئناف النشاط الرياضي في مصر، الدوري العام، بطوله الدوري بشكل كبير، وموقف الاهلي من تاجيل بطوله افريقيا، وشتاني الحقيقه طبعا. المقارنه لا تجوز اساسا. بدايه الحقيقه عوده الدوري دي ما كانتش رغبه الاهلي، يعني صحيح الاهلي كان متصدر البطوله قبل ما تقف بسبب كورونا، وكان هو المتضرر الاكبر في حاله عدم استكمالها، ولكن في النهايه ده ما كانش رغبه الاهلي وما كانش قرار الاهلي، ده كان توجه دوله، ومش بس ليه بعد رياضي لكن الحقيقه كمان ليه بعد سياسي واقتصادي. لابد على كل القائمين على المنظومه الرياضيه ان هم يفهموا ويستوعبوه، لانه في بعض الاوقات لما لساننا بيسبق تفكيرنا بنقول تفاهات يعني من الصعب جدا، وللاسف طبعا ما حدش بيحاسبنا عليها. وفي فرق احمد بين ان انا اقول ان انا عايز ااجل او الغي دوري عام وبعدين اجي اتكلم عن الاهلي اللي وافق على تاجيل شهر، وبعدين كان الحقيقه تصريح وزير الرياضه قال يعني طب انا لغيت الدوري وهبدا دوري جديد في 9 او في 10 كده الكورونا اختفت، يعني ما هو كلام غير منطقي الحقيقه. لا، وفاتوره الالغاء انك تلغي بطوله الدوري رياضيا وسياسيا واقتصاديا فاتوره مكلفه جدا احنا ما نقدرش عليها. يعني لو طلعنا من افق المصلحه الضيق جدا لافق المصلحه الاهم والاعم والاشمل، نقدر ان احنا نبص الامور بشكل بالزبط. مختلف ونوزنها بشكل مختلف. لازم فعلا نفصل بين الغاء وتاجيل، الفرق كبير قوي لما بوافق على تاجيل شهر زي ما قلنا غير لما بقول بطالب بالغاء بطوله. كان مهم بس ان احنا ناكد على فكره المقارنه بين الدوري ودوري الابطال، لان المقارنه الحقيقه لا تجوز. يمكن طبعا في نفس السياق، يمكن مصدر باللجنة الخماسية كشف عن تفاصيل الجلسة اللي عقدتها اللجنة مع أحمد طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي بأحد الفنادق امبارح لمناقشة تفاصيل طلبات الاتحاد المصري المرحلة دي. المصدر قال إن اللجنة أكدت لأحمد إن قرار تأجيل مباريات نص نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر اللي جاي هيساعد الاتحاد إن هو ينهي طبعا الدوري قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقي، وده لتحديد الانديه الاربعه المشاركه في بطوله دوري الابطال والكونفدراليه اللي هي المفروض 20 اكتوبر. والمصدر ده كمان قال ان اللجنه اكدت ان قرار الكاف هيخلي الاتحاد يستغل فتره سبتمبر دي وبدايه اكتوبر ويخوض باقي مباريات الدوري في الموعد المحدد، ويتم طبعا ارسال اسماء المشاركين قاريا قبل غلق الباب في 20 اكتوبر. وخلال الجلسه كمان احمد اخطر اعضاء اللجنه الخماسيه اللي حضرت بكامل اعضائها انه هيتم تاجيل المباريات في البطولتين طبعا دعما للاتحاد المصري اللي المفروض ينهي الدوري في الموعد. اتحلت المشكله، يعني حتى فكره الجزئيه الخاصه بالمازق اللي كان بيمر بيه اللجنه الخماسيه المسؤوله عن اتحاد الكوره، انه الاتحاد الافريقي كان طالب انه يتسلم الانديه اللي هتشارك في البطولات السيزون القادم، كان عندنا مشكله كبيره لانه ما كانش من الممكن ابدا ان احنا نخلص ماتشات الدوري ونعلن عن الترتيب النهائي اللي بيحدد او اللي بيتحدد على اساسه الفرقه اللي هتشارك في دوري الابطال والكونفدراليه قبل 20 اكتوبر. اعتقد انه تاجيل الادوار قبل النهائيه خدم او حل، مش هقول خدم الاتحاد لان الاتحاد ملوش مصلحه في النهايه، لكن في النهايه حل ازمه كان بيواجهها او بتواجهها اللجنه الخماسيه. من اخبارنا النهارده خبر عن النجم المصري محمد النني لاعب الارسنال طبعا اللي رجع لفرقته بعد ما قضى موسم كان بيلعب فيه في بشكتاش التركي.
والحقيقه بدايته مع الارسنال ومع ارتيتا تقول انه عنده فرصه الحقيقه انه يرجع. يعني يمكن في اخر ايام ناني في الارسنال ما كانش موفق قوي، ما كانش في احسن مستويات، وده اللي خلاه يروح تركيا. النهارده الحقيقه يمكن في خبر بيقول انه جلاتا سراي التركي بيفكر بشكل كبير جدا في انه يحصل على خدمات محمد النني خلال الانتقالات الصيفيه. زي ما قلت لحضراتكم النني يمكن قضى موسم يعتبر جيد ليه في بشكتاش، كان بيلعب مع الفرقه بشكل اساسي لانه غاب عن التشكيل الاساسي الارسنال قبل ما يروح تركيا، وقدم موسم يعتبر الى حد كبير كويس، قدر يستعيد فيه جزء كبير جدا من مستواه. حسب وسائل الاعلام التركيه الحقيقه انه جلاتا سراي بيحط النني ضمن خططه في الفتره المقبله في حال انه لم ينجح في انه يستعير او يحصل على خدمات اوكاي يوكوشلو لاعب سيلتا فيجو الاسباني. واتمنى الحقيقه انا بالنسبه لي طبعا يعني مع كامل التقدير والاحترام جلاتا سراي من الفرق الكبيره جدا في مش بس في تركيا، في اوروبا كلها، لكن اعتقد انه بقاء النني في ارسنال هيفيده وهيضيف لي الكثير، واعتقد نجاحه كمان ياكد على نجاح المصريين في واحد من اهم واصعب الدوريات في اوروبا هو الدوري الانجليزي. كان ادى اداء كويس قوي في كاس الدرع الخيريه في مباراه ارسنال وليفربول، ومن بعدها قلنا اكيد المدرب هيبقى حاطه في خططه الرسميه، عشان كده احنا بنقول انه من الافضل إن ليه انه يكمل طبعًا في ارسنال طبعًا. الحقيقه نادي استون فيلا كمان اعلن النهارده ضم واتكنز هداف فريق برنتفورد لينضم لصفوف فيلا استعدادا للموسم الجديد طبعا 2020-2021. استون فيلا يمكن الموقع بتاعه قال ان النادي استطاع الحصول على خدمات اللاعب اللي عنده 24 سنه في صفقه كلفت خزينه فيلا لما يقرب يعني من 30 مليون يورو بحسب تقارير اعلاميه انجليزيه. ويمكن هداف برنتفورد وقع في الموسم اللي فات على عقد بيربطه باستون فيلا لحد عام 2025، ومن المقرر ان هو يدعم اللاعب الانجليزي طبعا الشاب الخطوط الهجوميه الفيلا، ويعتبر واتكنز اغلى صفقه في تاريخ استون فيلا بعدما تخطى المهاجم الانجليزي ويزلي، حيث تم الحقيقه استقدامه في الصيف اللي فات من كلوب بروت مقابل 25 مليون يورو. صفقتين تقال على نادي زي استون فيلا، ولكن الحقيقه يمكن الدوري الانجليزي السيزون اللي جاي ده توقعوا حضراتكم انه يكون من يعني هو طبعا مش محتاج شهاده انه الدوري الانجليزي يعتبر اقوى دوري في العالم، خصوصا بعد ما رحل كريستيانو رونالدو عن الليجا وازمه ميسي اللي هتاثر بالتاكيد على مستواه في السيزون اللي هو قرر انه يمضيه او يقضيه بشكل اجباري مع البارسا. ولكن في النهايه قوه المنافسه في الدوري الانجليزي مختلفه، انديه صغيره جدا عندها قدره انها تصنع الفارق، عندها قدره انها تحقق مفاجاه، عندها القدره مش بس انها تنافس في البطوله، لكن عندها القدره انها تفوز بالبطوله نفسها. وشفنا ليستر سيتي بيطلع من دوري الدرجه الثانيه عشان يفوز ببطوله الدوري من سنين بسيطه جدا. لكن الاهم عايز اقول لحضراتكم انه يبدو كده انه البريمير ليج السنه دي بقت جاذبه لكتير من النجوم، يعني اضافه على عدد كبير جدا من النجوم اللي بتلعب في المان يونايتد والمان سيتي وتشيلسي وارسنال وليفربول طبعا وغيرهم من الانديه، لكن عايز اقول لحضراتكم في صفقات من العيار الثقيل لانديه يمكن ما تكونش جماهيريه. يعني هنشوف صفقه استون فيلا لما يدفعوا في لاعب شاب عنده 20 سنه تقريبا 30 مليون يورو، ده بالتاكيد 24 صغير 24 سنه، ده بالتاكيد موهبه فذه ورقم كبير، خصوصا ان احنا بنتكلم على ازمات ماليه عند معظم الانديه الانجليزيه طبعا بسبب كورونا، فبالتالي بالتاكيد ده موهبه مش ممكن انك انت تفرطي فيها، وعلى اقل بعد استخدامه والاستفاده منه من الممكن انك تستثمري فيه وتبيعيه برقم اضعاف مضاعفه. لكن عندنا كمان نجم زي جيمس رودريجيز او خيمس رودريجيز اللي كان بيلعب في الريال وانتقل للبايرن ميونخ، السنه دي وقع لايفرتون وهيكون موجود معاهم في السكواد بتاعتهم، وواحد من اللعيبه الحقيقه اللي بعتقد انهم لعيبه يعني تقيله. عندنا الكانتارا وصفقه تفاوض ما بين البايرن وليفربول على استقدام الكانتارا، واحد من اتقل اللعيبه في الدوري الالماني عشان يكون ضمن صفوف ليفربول. بايرن ما بيقفش على حد. ماشي عشان بتشجع يعني بايرن الشقيق لا يقف على لاعب، وان كان طبعا تياجو الكانتارا من اللعيبه يعني ذات العيار الثقيل، لعيب وده الحقيقه دايما انا بشوف ان في لعيب لما يكون عندك 11 نجم او عندك 10 نجوم في الفرقه في مراكز مختلفه، في لعيب دايما بيبقى العصب، في لعيب اللي بيحرك الفرقه كلها، في لعيب اللي هو بيكون الترمومتر، لما يكون في حالته تلاقي الفرقه شغاله
يعني بنظام عالي المستوى، وكل واحد بيطلع احسن ما عنده. لما تلاقي اللعيب ده غايب او مش في يومه، بتلاقي الفرقه. تياجو الكانتارا من النوع ده. انا مش بتكلم على سترايكر، ومش بتكلم على المهاجم الهداف اللي بيخلص زي ميسي ورونالدو، لكن بتكلم على العقل المفكر والمدبر والممنهج لكل العمليات اللي بتقوم بيها او بيقوم بيها العشر لعيبه التانيين. واحنا في مصر، مش بتكلم على الاهلي بس، بتكلم في مصر، بقينا للاسف شديد جدا من بعد حازم ومن بعد تريكا بنفتقد اللعيب ده. شفنا ده في صالح جمعه، بس للاسف صالح لسه بيروح ويجي. نتمنى ان شاء الله ان هو يرجع، لانه عنده كتير جدا يقدمه للنادي الاهلي والمنتخب مصر، وطبعا ده هو بمناسبة الأهم. رونالدو امبارح سجل هدف 101 مع البرتغال في شباك السويد، وده كده اول لاعب اوروبي يوصل هدف 101. بيعجبني فيه جدا انه عنده حاله تحدي مع نفسه مش مع غيره. رونالدو ما بيبصش لاي حد حوالين منه، رونالدو بيبص لنفسه ازاي ممكن يكون واقف في حته ويشتغل عليها عشان يطورها ويروح حته ثانيه. لعيب مهاراته ما هياش اعظم حاجه في الدنيا، ما هواش زيدان، ما هواش اريك كانتونا، ما هواش رونالدينيو، ما هواش مارادونا، يعني من ناحيه الموهبه والمهاره ما تقدرش تقارنه بالاسماء. هو لاعب اجتهد جدا واشتغل على نفسه جدا، لكن هو اسطوره في مجال الاصرار والعزيمه والقدره على التطوير الذاتي المستمر. مش بيشبع بطولات، مش بيشبع ان هو دايما يعمل انجازات. الحقيقه بنشوف ممكن لعيبه تاخد 3 دوري ابطال ورا بعض مثلا وتبدا تهدى لا لا لا، رونالدو على طول عايز. انا مش عارفه ازاي ممكن تبقى الكوره بعد ميسي ورونالدو، يعني صعب قوي. طبعا في اسماء كبيره موجوده، بس الحقيقه الاثنين دول متعونه قوي. يمكن المنافسه اللي كانت بينهم في الدوري الاسباني عملت حاله خاصه لكره القدم في العالم كله. مارادونا بطل وزيدان بطل ورونالدينيو بطل، مش هتقف على دول الحقيقه. يمكن كده؟ شايف انه دايما في مواهب، ودايما احنا بنتكلم على الرياضه الاكثر شعبيه على مستوى العالم، واعتقد انها الرياضه الاكثر ممارسه كمان على مستوى العالم. الكره الارضيه كلها بتحب الكوره وبتلعب كوره، وبالتاكيد هيطلع مواهب من كل حاجه. انا بحس ان في اسماء في الرياضات كلها، الرياضات المختلفه، لو بطلت او لو اعتزلت فعلا هيبقى في فراغ كبير قوي. الناس، في ناس اصلا ملهاش في الكوره، ممكن تبقى قاعده تتفرج على ماتش بين برشلونه وريال مدريد عشان تشوف بس ميسي ورونالدو هما بيلعبوا مع بعض. في ناس ملهاش في التنس وتبقى عايزه تشوف الكلاسيكو ما بين روجر فيدرر ورافائيل نادال. يعني في اسماء كده في الرياضه بشكل عام. في الباسكت مثلا الام بي اي، لو ليبرون جيمس ده اعتزل الناس ممكن تبطل تتفرج على ام بي اي. مايكل جوردن اعتزل وماجيك جونسون اعتزل، وما حدش صدقني الاجيال. يعني في، انا مش قادر اقول معاكي ان احنا بنفتقد مواهب، بس اكيد لازم هيجي مواهب ثانيه. الدنيا ما بتوقفش يا ساره. طب ميسي ولا مارادونا؟ مارادونا طبعا. تعرف ان ده ديبيت كبير، مناقشه كبيره، ميسي ولا مارادونا؟ أنا بشوف انه دايما من الظلم الشديد جدا ان احنا نقول افضل لاعب في العالم ونسكت. لازم نقول افضل لاعب في العالم في ايه. لو كنت بتتكلمي على اكتر مهاره، انا بشوف انه مارادونا هو اكتر لعيب من ناحيه المهاره جه على مر التاريخ. بشوف انه رونالدينيو وزيدان بيتفوقوا على ليونيل ميسي في جانب المهاره، يعني لاعبين مكتمل. بشوف ان اريك كانتونا من ناحيه المهاره اعلى بكتير جدا من ميسي، لكن من ناحيه الفاعليه الهجوميه اقدر اقول لك انه ميسي افضل لاعب جه في التاريخ من ناحيه الفاعليه الهجوميه. لكن من ناحيه المهاره اعتقد انه لا، في كتير جدا جم في الكوره، بيليه، مارادونا، زيدان، رونالدينيو كانوا احرف بكتير من ليونيل ميسي. ناس كتير هتزعل مني، انا عارف. انا حاسس بكده. على العموم الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. مرحبا بحضراتكم من جديد. الحقيقه يعني دايما متعودين يبقى معانا نجوم كتير في برنامج السادسه، بنحب نفكر كمان الجماهير بنجوم الاهلي السابقين. يمكن امبارح كان معانا فلافيو مع زميلي احمد سمير، واتكلموا عن حاجات كتير ليها علاقه بذكريات الاهلي. لكن النهارده كمان هيكون معانا واحد من عمالقه النادي الاهلي، واحد معلم جدا مع الجمهور عبر سكايب، هيكون معانا جيلبرتو، واحد من افضل باكات الشمال في النادي الاهلي وفي افريقيا. برحب بيك على برنامج السادسه. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي.
كويس هو خلاص مش قوي سبيس كبير بغلبي كان عبارة على دعوتكم ليا ان يكون موجود معاك على قناه النادي الاهلي، ده مصدر رضا وسعاده ليا دايما. اكيد ده شرف لينا. عايزين بس الاول نطمن جمهور الاهلي عليك دلوقتي، يعني بتتولى مثلا اداره فنيه في اي نادي او ناوي تتجه للتدريب قريب، يعني انت فين دلوقتي؟ في اللحظه الحاليه انا في بيترو لواندا في قطاع الناشئين، فأنا مدير الكرة القطاع الناشئين في فريق بيترو لواندا. والنادي بيترو لواندا هو من الأندية اللي لها تأثيرها في القارة الأفريقية، فقطاع الناشئين له أهميته كمان. طيب لازم اسالك عن شعبيه الاهلي في انغولا بسبب طبعا انت جيلبرتو اسم كبير وفلافيو وكمان جيرالدو. Quero saber da popularidade do Al-Ahli em Angola, já que tu jogaste aqui e o Flávio e eu agora. Alô? Agora sim, melhorou sim. Não, a partir do momento que o Beto, o Flávio. جيلبرتو وفلافيو لعبوا في الاهلي وقدروا يحققوا جزء من التاريخ بالبطولات اللي عملها النادي الاهلي، ابتدى الناس فعلا في انغولا انهم يتابعوا اكثر كره القدم المصريه وخصوصا النادي الاهلي، فتقريبا 70% او 80% من الانغوليين هم جماهير النادي الاهلي بالتاريخ النادي الاهلي طبعا وعدد البطولات اللي كسبها، فالانجوليين كمان حبوا كره القدم بتاعت النادي الاهلي. برايك ايه سر ارتباط جماهير الاهلي بيك باسم كبير زيك لحد دلوقتي؟ متهيألي فوق كل حاجة إن أنا اتعلمت حاجة مهمة جدا في النادي الأهلي، هي التواضع واحترام الآخرين دايما. وكمان الأخلاق اللي اتعلمتها في بيتي وبعدين في النادي الأهلي هي اللي علمتني بطريقة صحيحة إزاي أتعامل مع الناس وإزاي أكون على ذوقيات عالية معاهم في التعامل. فعلاقتي بالجماهير ليها وحبهم ليا ليها دعوه بالبطولات اللي شاركت فيها في فوز في النادي الاهلي مع زمايلي، وكمان دي تحولت لعلاقه صداقه بيني وبين جماهير النادي الاهلي، وانا مبسوط جدا بالعلاقه القويه اللي بيني وبينهم دي. فهي علاقة على مستوى عالي من الصداقة. يمكن كان في منافسة كبيرة بينك وبين كابتن سيد معوض في ناحية الشمال وقبليه كمان كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كنت بتشوف ازاي المنافسة دي والعلاقة بينكم كانت ازاي؟ العلاقة دايما كانت علاقة جميلة وصحية، حتى لو كان في مثلا ثلاث لاعبين او اثنين في نفس المركز، احنا كنا بنشتغل دايما باسم النادي ونشتغل لصالح الفريق وصالح النادي. ما
كان دايما شغلنا كله في اتجاه واحد، ان احنا نساعد الفريق في انه يفوز والانتصار والبطولات. لكن دلوقتي لكن انا كلاعب اجنبي كان كان لازم احاول اثبت نفسي في الفريق كمان، وفي نفس الوقت اكون في احترام وفي علاقه ود بيني وبين زمايلي. وكنت بشتغل بقوه اني احاول اثبت نفسي في مكاني وفي مساحتي. فعلاقتي بزمايلي اللي في نفس المركز، على الرغم ان احنا كنا بنشارك في نفس المركز مع بعض، لكن علاقتك دايما جميله كويسه. وكان المدرب هو اللي بيختار اللاعب اللي كان مناسب للمباراه او لحالته احسن انه يلعب، وكنا دايما بنتقبل راي المدرب باحسن صوره. من وجهه نظرك ايه اغلى بطوله حققتها مع النادي الاهلي؟ بطولات متعددة كانت كتير، لكن في واحدة منهم كانت الأغلى اللي كانت 2008 لو ذاكرتي. كان مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي كسبنا فيها 1-0، اللي كان فلافي أحرز فيها هدف برأسية، ده اللي ساعدنا إن احنا نحرز لقب الدوري ساعتها. وده كان من اصعب البطولات اللي شاركت فيها مع النادي الاهلي. الحقيقه انت وفلافيو ثنائي مميز جدا، يمكن بيعتبر الافضل في القاره، يعني ايه سر الثنائي ده؟ ما فيش سر ولا حاجه. أنا شايف إن الواقع إن إحنا لعبنا مع بعض في نفس الفريق في بيترو لواندا، فحتى من ساعة ما إحنا ناشئين كنا ابتدينا مع بعض. دايما كنت بتابع معاه اللعبة من ساعة الناشئين لغاية الفريق الأول، فده خلى بينا اللعب بينا والجمل ما بينا بقت أسهل، والتفاهم بينا بقى أقوى. ولما رحنا النادي الأهلي مع مدرب مستر الجزير، المدرب الاسطوري، هو اللي كان بيساعدنا اكتر وكان بيستغل التفاهم اللي بيننا دوت في اللعب وفي الخطط بتاعته، وكلنا كنا بنشتغل على اساس مساعده النادي في الاخر. فده كان من الاسباب اللي خلت مستر مالجوزي يتعاقد مع فلافيو بعد ما تعاقد معي. بما ان الاهلي داخل على مرحله مهمه جدا وهي افريقيا ومباريات نصف نهائي افريقيا اللي المفروض الشهر الجاي ان شاء الله، يعني كان ايه الاحساس بيبقى اللعب في نهائي افريقيا مع النادي الاهلي، وازاي كنتوا بتحضروا لبطوله افريقيا؟ كنا بنحضر باحسن صوره ممكنه، زي ما كلنا عارفين النادي الاهلي من نادي القمه، فدايما بيدخل بطوله افريقيا بيدخل دايما على الفوز والفوز بلقب البطوله، واتمنى ان الاهلي يرجع يفوز تاني ببطوله افريقيا. فالفوز الاهلي بالدوري حاجه، وان لما بنتكلم عن النادي الاهلي كمان انديه القمه ومن اكبر الانديه، فنتكلم كمان عن فوزه ببطوله افريقيا. اللاعبين اللي هيلعبوا في نصف النهائي عندهم فرصه ان هم يشاركوا في تاريخ النادي وفي عمل تاريخ النادي، انهم يكسبوا البطوله الاهم اللي هي بطوله افريقيا. أكيد طبعا أن دي طموح مجلس إدارة النادي وبمساندتهم للفريق وبطموح اللاعبين والجهاز الفني.
دول هيساعدهم اكتر انهم يشوفوا اتجاههم في سياسه النادي دايما اللي هي الفوز بالبطولات ويكسبوا نصف النهائي ويوصلوا للنهائي ويكونوا دايما ببركه جماهير النادي الاهلي. طيب على المستوى الفني شايف ازاي حظوظ او فرص الاهلي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، وهل انت اصلا متابع الفريق في الوقت الحالي ولا لا؟ انا بتابع مباريات الاهلي، الاهلي عنده فريق قوي، محتاجين اهم حاجه ان هم يكون عندهم تواضع وما يستهونوش بالخصم، لان الفريق المنافس كمان في البطوله الافريقيه اظهر مستوى عالي فلازم يحطوا في اعتبارهم ان المباراه هتكون مباراه صعبه، وعشان يقدروا يتأهلوا للمرحله الجايه لمرحله النهائي. طيب السؤال الاخير بس، من الفريق المرشح الاول من الفرق الاربعه في وجهه نظرك للفوز بدوري ابطال افريقيا؟ بشكرك جدا الحقيقة، كنا سعداء بوجود نجم زي جيلبرتو معانا في برنامج السادسة. كل النجوم دي أكيد الجمهور الأهلي بيحب يفتكرها، بيحب يسمع آرائها كمان في الفريق الحالي بقيادة فايلر. هيكون معانا الحقيقة بعد الفاصل كابتن أحمد فوزي مع زميلي أحمد سمير. تصدي اكثر من رائع من الحارس المتألق احمد فوزي. برافو احمد فوزي، هاي هاي يستحق الاشاده والاجابه. يعني جايبه الكره قبل كده، زقته وان يبعد عن الجاذبيه الارضيه ويتعامل معاها، ان يفضل طاير كده ولحد ما يوصل ويلمس الكره، قمه المرونه واليقظه. أحمد فوزي واحد من أبناء النادي الأهلي، واحد من نجومه في بداية الألفية. أكلم حضراتكم على حالة حب وحالة انتماء وحالة غيرة كبيرة جدا على الكيان، بيجسدها طبيب بدرجة حارس مرمى أو جول كيبر بدرجة دكتور. ضفنا نجم النادي الأهلي كابتن أحمد فوزي، ضفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن أحمد، وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي القناة وحبايبي، واللي أنا أفتخر إن أنا واحد منهم. يعني ربنا يوفق النادي إن شاء الله، ونشوف أيام حلوة جميلة. طبعا مقدمة يعني أشكركم عليها، وزي ما قلت لك قبل بداية الحلقة، الناس بتقدم لك كل التحية، ربنا يوفقك ويكملها لك على خير. الله يخليك كابتن احمد، اهلا بيك. خليني قبل ما ادخل في تفاصيل الحوار كده، كان في مناقشه دايره النهارده، وبعدين لقيت ليها صدى كبير جدا حتى بين الزملاء في الاستوديو. ميسي ولا مارادونا؟ عن نفسي ميسي. ميسي. ميسي جه دايما دايما نظره حارس المرمى للمهاجم مختلف عن الجمهور ومختلف عن اي حد. طيب يمكن الاثنين ككوره، من وجهه نظري يعني الاثنين ككوره قريبين قوي من بعض، بس ميسي جه في وقت القوه والسرعه اعلى بكتير من مارادونا. مارادونا كان بيمتاز بالقوه والسرعه مع المهاره. ميسي عنده نفس برضه قوه وسرعه ومهاره، بس الوقت بتاع ميسي اصعب بكتير من مارادونا، عشان كده دي وجهه نظر، انما الاثنين قامات في الكوره مش هتتكرر تاني. طيب مين مواصفات المهاجم، هنخش بقى في حراسه المرمى على طول، مواصفات المهاجم اللي تقلق كابتن احمد فوزي؟ اولا المهاجم اللي بيفكر. يعني مش لازم يعني في عينه لاعبين، مثلا زي لو قلنا مثلا في احسن وقت لمصر كان عمرو زكي وعماد متعب واحمد حسام ميدو. تمام. اكتر واحد بيفكر فيهم وهو رايح على الجون عماد متعب. ده اللي يخوفني اكتر. انما عمرو زكي وميدو ما شاء الله قوه. أيوة. القوه ممكن تقابلها بقليل من الفكر. انما الفكر عشان تقابله
هتحتاج انت بقى كثير من الفكر فكر وكثير من الفكر وقوه وسرعه رد فعل مع قوه انفجاريه الاربعه مع بعض. فعشان كده بالنسبه لي اللعيب المهاري كراس حربه يبقى اصعب بكتير من اللعيب القوي. هتكلم معاك عن الكوره واتكلم معاك عن الكوره دلوقتي وعن النادي الاهلي وعن منتخب مصر، بس خليني الاول افتكر معاك وارجع بيك فلاش باك. مش عايز اكبرك قوي بس 20 سنه ورا كده فلاش باك قوي. وبدايتك مع الاهلي، انت ابتديت مع الاهلي 99 مظبوط؟ اتقيت 99، انما انا مع النادي من 96 تقريبا، متصعد فوق وكنت ناشئ ومتصعد من 96. يمكن الناس ما تعرفش ان انا حضرت كابتن احمد شوبير، حضرت كان في حارس معانا اسمه تبان صوت ولو حد يفتكره طبعا. كابتن ايهاب جلال الحارس، مش كابتن ايهاب جلال اللعيب بتاع الاسماعيلي. اتصعدت معاهم 3 سنين، واول سنه اتقيد فيها كانت 99. قعدت من 99 ل 2003 ومشيت في اخر موسم 2003. اكتر حاجه بتميز الفتره اللي قضاها كابتن احمد فوزي بفانيلة نادي الاهلي؟ يمكن اكتر حاجه بتميزنا ان احنا كنا فرقه تلامذه زي ما بيقولوا، كنا كلنا ناشئين من الفرق من النادي، يعني ما كانش معانا حد كبير. كابتن هادي خشبه، كابتن وليد صلاح الدين، يمكن كان معانا كمان كابتن اسامه عرابي في اواخر ايامه، كابتن محمد يوسف، يمكن 5 6 عصام، بس عصام برضو كان ساعتها لسه صغير 27 سنه، ما كانش كبير قوي. وائل جمعه حتى لما جالنا صغير السن، شادي محمد جالنا صغير السن، كنا كلنا بعد كده فرقه، كلنا طالعين من الناشئين مع بعض، كان عندنا حب النادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي اهم من اي حاجه، وده اللي مش موجود دلوقتي. انت شايف انه فكره الانتماء للنادي او حب النادي او حتى بين قوسين كده ابن النادي مصطلح ما يعرفوش الجيل ده من اللاعبين؟ اكيد اكيد. ابن النادي دي مش اي حد، على فكره مش لازم يكون مش لازم يكون موجود في النادي، مش لازم يكون متربي في النادي. ابن النادي دي ابن مبادئ النادي الاهلي، اترباها عند ابوه على طبليه ابوه، وجه لقى موجوده في النادي فاتطعم بها زياده. ممكن يكون لعيب مش يعني ما عندوش اخلاق في بيته. طب انا هقول لك حاجه، تريكا لما جه النادي الاهلي متربي تربيه نظيفه، لما جه شرب اخلاق النادي واتطعم بها زياده. صحيح. قيس على ذلك عماد النحاس نفس القصه، قيس على ذلك وائل جمعه، قيس على ذلك شادي، قيس على ذلك بركات. لعيبه كتير جت من بره ولكنها متربيه صح في بيت ابوها، لما جت النادي عرفت يعني ايه اخلاق وقيم ومبادئ النادي الاهلي. في لعيبه كتير وخصوصا في الجيل ده. احنا طب برضه عشان اقول لحضرتك، احنا لما ظهرنا كان اول تعاملنا مع ناس الله يرحمهم دلوقتي، يعني ربنا يرحمهم، احنا حضرنا كابتن صالح الله يرحمه، حضرنا كابتن عوض، طبعا كابتن كان بيمررنا كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه، كابتن محسن صالح، كابتن ابراهيم عبد الصمد، الوحيد اللي من الجيل السابق عنده اخلاق ومبادئ النادي الاهلي ولسه بيمرن لحد دلوقتي، ربنا يديله الصحه. المدربين كابتن احمد عبد الباقي، انا اول ما اشتغلت وانا 11 سنه كان ماسكني كابتن مصطفى عبده، تخيل بقى، تخيل كشخصيه يعلمك ايه. طبعا كابتن مختار قعدت معاه 4 سنين. دول المدربين اللي مسكونه في الناشئين، كابتن احمد عبد الباقي، انت متخيل دول هيربوا ايه؟ طب تسمح لي اقول لك حاجه، اتفضل. بيمكن المعادله والحسابات مختلفه، يعني في ناس كتير جدا، وانا عارف يعني بدون ذكر اسماء، بس انا عارف نجوم من العيار الثقيل في النادي الاهلي اتعرض عليهم ان هم يسيبوا النادي واتحطت لهم شيكات على بياض ومبالغ بال7 ارقام، ورغم كده رفضوا وتمسكوا بالنادي الاهلي. في ناس بتحسبها بالانجاز، بالقدره على الانجاز، وانت بتنتمي لكيان زي النادي الاهلي في مجد وشهره ورصيد كبير جدا من نجاحات هتفتخر بيه. في ناس بتحسبها حب الناس، يعني انا النهارده لما بقى قاعد وحاسس ان في 70 80 مليون بس جوه مصر بيحبوني وحاطيني في حته لوحدي وبيدعوا لي وهيفضلوا يفضلوا حتى شايلين. بعد ما بطل كوره شايلين يعني، وكم من نجوم النادي الاهلي بطلوا كوره من زمان وما زالت الجماهير النهارده حطاهم في مكانه خاصه جدا. دي حسبه ثانيه، وفي ناس ثانيه بتحسبها فلوس بس. طيب ايه المانع ان كل واحد يحسبها بحساباته؟ طيب احسب زي ما انت عايز، بس الرد الفعل انت اللي هتستحمله لوحدك. بمعنى انا اخترت الفلوس، خلاص يبقى انا مختار الفلوس. الجماهير زعلت مني، هستحمل غضبها. في لعيب هي لو بنتكلم على واقعة رمضان، الجماهير ما زعلتش بس عشان فكره انه اختار الفلوس،
هي الجماهير زعلت انه طول الوقت كان بيتكلم على انه ابن النادي وانه مش ممكن يلعب في مصر غير الاهلي. فكره الخيانه يعني انا اقبل منك انك انت تكون، وانا اسف ان انا بقول لفظ خيانه، بس انا شايف يعني في تقديري انك انت تعلن طول الوقت حاجه معينه وتعبر عن وتكلم جماهير عريضه زي جماهير النادي الاهلي بحاجه معينه، وتيجي في لحظه معينه تغير الكلام ده 180 درجه. هو ده اللي الجماهير ما قبلتوش. رمضان لو كان احترف بره مصر ما اعتقدش انه في حد من جمهور النادي الاهلي كان هيزعل منه ولا كان هينساه. رجع النادي الاهلي او ما رجعش النادي الاهلي، لكن هي الفكره هو تبدل او تغير المواقف ايا كان سببه او ايا كان حساباته، ده قراره هو ومحدش تاني ممكن يلومه عليه. لكن هي الفكره انا بكلم من وجهه نظر الجمهور، الناس اتضايقت من فكره انك في حته خيانه، في حته وجع، في حته الم ما كانش المفروض انها تحصل من لاعب زي رمضان صبحي. بأي حال من الاحوال الخيانه بتتحسب اكتر على اللعب بالعاطفه. لو كان تفكير سليم موازي اللي هو بيعمله مفيش مشكله، لو قال من الاول انا هحترف مش هكمل في النادي الاهلي عادي، انما تلعب على حته العاطفه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كبيره جدا. سبقوا فيها عبد الله السعيد، بس الميزه في عبد الله انه ما طلعش يتكلم بعد ما حصل. للاسف رمضان طلع يتكلم وعمل حاجات بايخه يعني ما تصحش. ممكن نقول لسه يعني عيل صغير ولسه لما يكبر ان شاء الله كلامه هيتقل شويه او اتزانه هيتقل شويه. القصه ان انا ابن النادي، هو في حاجه في يعني جمله كده الصيت او مثلا بيقول الصيت ولا الغنى. طيب الناس تقول لي ليه وانا هاكل صيت ولا انا هشرب صيت؟ واحد بياخد مثلا 10 جنيه هيعيش ب 5 جنيه وهيحوش 5 ورايح ياخد في حته ثانيه 30 جنيه. طب فين الغنى؟ ده انا هعيش بالخمسه وهيبقى لي 5 والناس هتديني محبه بازيد من ال 30 جنيه اللي انا خدتهم الزياده دول. ايوه خلي بالك في الاول وفي الاخر كلنا بنتنسي. يعني لو جيت في لعيبه كبيره جدا 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 في انديه ثانيه ما حدش يعرف عنها حاجه دلوقتي. يعني مثلا في لعيب كان في بلديه المحله اسمه احمد فاروق، من احرف اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، عبد الستار صبري. في وقت من الاوقات رونالدو كان بيقول انا نفسي ابقى زي عبد الستار صبري، هو واحد من احرف اللعيبه اللي جت في مصر واللي انا شفتها على مر التاريخ. ما حدش هيجي زي عبد الستار في الترقيص مثلا. ماشي. واللعيبه دي مش موجوده دلوقتي. في لعيبه في كل نادي في مصر. هتلاقي ياسر الكناني ده في المنصوره كان حاجه، يعني الله يرحمه كابتن عز الرجال في المنصوره كان حاجه كبيره جدا. لما مات ما كانش معاه حاجه الا اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك. انا طبعا بقرن ده لان في فرق كبير في العدد، ولكن هو في الاول وفي الاخر مسموح بيه. ايوه. في النادي الاهلي لحد ما تموت الناس فاكراك، لحد ما كل ما تمشي في الشارع الناس عايزه تتصور معاك، كل ما تروح في حته الناس عايزه تعمل معاك اي واجب عشان انت بس من ريحه النادي الاهلي. ايوه. تاني عشان انت من ريحه النادي الاهلي. فانت لما تروح حته تانيه توقع ان اللي عايز يشيلك على راسه عشان انت من ريحه النادي الاهلي هيضطر غصب عنه. مش هيعمل فيك حاجه وحشه، ولكن زي ما بيقول كده المثل هيطنشك، هيكرفك، هيبعد عنك، مش هيبقى فيه تقدير في المعامله عكس النادي الاهلي. ده اللي انت بتاخده بقى، ده الصيت، ده الصيت اللي يوازي كل الغنى. صحيح. في النادي الاهلي الصيت يوازي كل الغنى. صحيح. وعلى العموم عشان نفهم النقطه دي، نجوم كتير جدا سابوا النادي الاهلي لاسباب كتيره، منها الاحتراف الخارجي ومنها الاصابه ومنها الاعتزال، ورغم كده استمرت المسيره واستمر الاهلي في الحصول على البطوله. على نقطه مهمه جدا. اتفضل. في لعيبه كبيره جدا راحت انديه خصوم ورجعت للنادي الاهلي لانها عمرها ما غلطت في النادي الاهلي. ايوه دي نقطه مهمه جدا. ايوه حتى لو سبت النادي الاهلي لازم تشيل خير النادي الاهلي على راسك من فوق. عندك حق. خلينا نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي ضيفنا في السادسه بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وحوارنا مع كابتن احمد فوزي مستمر بعد الترحيب بيك مره ثانيه. كابتن احمد، الاهلي عنده مشوار في بطوله الدوري سهل نسبيا، في بطوله افريقيا عليه علامات استفهام،
وهكلمك بمنتهى الصراحه، جماهير الاهلي قلقانه شويه رغم انه الفريق الحقيقه من ناحيه الارقام ماشي بشكل كويس جدا، عامل ريكوردز في تقريبا كل الارقام القياسيه المرتبطه ببطوله الدوري الاهلي محققها، اعلى رصيد من الاهداف، اقل رصيد من استقبال الاهداف، اقل رصيد من التعادلات، اقل رصيد من الهزيمه، طبعا فرق النقاط حدث ولا حرج، وبالتالي عامل سيزن كويس، بس لسه جمهور الاهلي مش مطمن قوي، خصوصا انه الجماهير بصة او عينها على قبل نهائي افريقيا. انت بتشارك الجمهور نفس الراي ولا ليك راي مختلف؟ اكيد انا بشارك الجمهور تماما. في فرق كبير جدا بين الاهلي قبل الكورونا والاهلي بعد الكورونا، فرق كبير جدا، لسه ما وصلناش لمربط الفرس بتاعه، مش يمكن اكيد الاصابات عامل اساسي، استبعاد بعض اللاعبين لاسباب تانية عامل اساسي، عدم وجود خلي بالك احنا في اول الموسم كنا بنلعب رمضان وحسين الشحات طرفين وممكن اجاي راس حربه وتحتيهم ثلاثه نص، الكلام ده كله اتغير دلوقتي، مفيش حد من الناس دي موجوده، يعني كل اللي بيلعبوا اساسي دلوقتي كانوا يا اما على الدكه يا اما بره ال 18، فنقطه تغيير، بس المفروض ان هم بيتمرنوا على نفس الحاجات اللي كانوا زمايلهم بيتمرنوا عليها. في فروق شخصيه بين اللاعب والاخر وده شيء كلنا عارفينه ومتوقعينه، ولكن احنا في الاداء العام للفرقه ما وصلناش للي احنا عايزينه لسه. السؤال الاهم، مقلق يعني اللي حضرتك بتقوله المؤشرات دي مقلقه بالنسبه لك؟ الحمد لله ان النص النهائي اتاجل. الحمد لله ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان كمان شهر ان شاء الله شهر وشويه هيكون فرقه الاهلي رجعت كامله، الاصابات الى حد ما رجع لنا ناس 5 أسابيع تقريبا، تقريبا هيجي لنا هيرجع لنا اكيد ان شاء الله حسين الشحات، وربنا يحفظ الناس جميعا، رجع لنا السوليه، يمكن يكون محمد محمود يرجع، سعد سمير ممكن يمكن سعد اللي مش موجود شويه عشان مش موجود اصلا في افريقيا، ولكن في العموم هيجي لك كميه كويسه من اللعيبه هتريحك الى حد ما. ناهيك بقى عن الاصابات الصعبه مثلا يعني بتاعت متولي مثلا، متولي يعني حاجه ما نقدرش ندافع عنها. حراسه المرمى بالنسبه لك في الاهلي مش مقلقه، بس لازم نقطه مهمه جدا 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 تحصل ان شاء الله، نخلص الدوري في الثلاث ماتشات اللي جايين ان شاء الله. بعد كده لازم علي لطفي يلعب جميع الماتشات هو ومصطفى شوبير، لازم الشناوي يريح، لازم الشناوي يريح، مش عشان الشناوي وحش، لا ده عشان الشناوي كويس، بس انا عايز اوصل علي لطفي ومصطفى شوبير يبقوا قريبين منه، عشان لا قدر الله عند اي اصابه، لا قدر الله لاي سبب ما، انت ما تعرفش افريقيا الدنيا بتمشي فيها ازاي، التحكيم عامل ايه الله اعلم، لاي سبب ما لازم لو حد موجود منهم في الملعب يبقى واقف على رجليه، عنده ثقه في نفسه، عنده لاعبته عندها ثقه فيه، وهو عنده ثقه من الناس اللي حواليه، عشان كده لازم الاثنين اذا كان مصطفى او علي، وعلي تحديدا لانه اقرب واحد، لازم يلعب ماتشات كتير الفتره اللي جايه. انما في الحراسه عامه لا طبعا، ربنا يحفظ الشناوي ويبارك له في هو بقى له سنتين من احسن الناس في النادي شخصيا واخلاقيا. اكتب لي كده حراس المرمى في مصر، في مصر من وجهه نظرك اول 3 أسماء بالترتيب. يمكن في الوقت الحالي طبعا محمد الشناوي، بعديه يجي ابو جبل، ثالث واحد بقى هنختلف على اسامي كتير، بس انا من وجهه نظري يخش المهدي سليمان وجنش. هو مركز حراسه المرمى ده في حظ وتوفيق اكتر من اي مركز تاني، يعني انا بشوف مثلا من سيزن او من اتنين فاتوا كان في اتنين زي عواد واكرامي يعني داخلين في المشهد بشكل كبير جدا. طيب نقطه مهمه جدا، عواد ما كانش موجود، يمكن كان الاسماعيلي كان في كلام عليه رايح جاي، انما شريف اكرامي عشان كان بيلعب النادي الاهلي، ستاندنج النادي الاهلي يلعب منتخب مصر وهو مستريح، تمام، ستاندنج النادي الاهلي يلعب منتخب مصر كثقه وككل حاجه وكلا امكانيات وكحارس، ستاندنج النادي الاهلي يلعب في منتخب مصر، ده تعرفنا عليه من ساعه ما اتولدت، انا من ساعه ما اتولدت لقيت يعني كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير وعصام، يعني انت شايف التسلسليه لغايه الشناوي دلوقتي، فانت اللي بيلعب النادي الاهلي بيلعب منتخب مصر، برضه الزمالك بيبقى الحارس الثاني يعني، من اول كابتن عادل معمور حارس ثاني، كابتن ايمن طاهر في كاس عالم حارس ثاني، وتمشي بقى كده بالترتيب برضه ابو واحد السيد بعد وهكذا. فانت اللي بيلعب اهلي وزمالك هو ليه بقى؟ لانه بيلعب افريقيا كتير، فبيبقى عنده ثقه وبيلعب في ماتشات في روح البطوله، روح أكيد المنافسه أكيد طبعا، أكيد حاجات دي بتفرق كتير جدا، فبتفرق كتير. اما بقى قصه توفيق وعدم توفيق، اكيد التوفيق بيجي للي بيحترم الكوره وبيشيلها فوق راسه وبيتعب عشان خاطرها، يعني محمد الشناوي ما كانش موجود خالص في النادي الاهلي، في ظرف 4 سنين محمد الشناوي احسن حارس موجود في مصر، يعني من 4 سنين الشناوي كان بتروجيت، ما كانش حد يعرف عنه حاجه،
كنا بنتكلم عليه من بعيد ما حدش يعرف عنه حاجه. هو 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 فعلا فكره انه يعني اصل اللي انت بتقوله ده ينطبق على مش بس حراسه المرمى، ينفع النادي ينقل مستوى يعني يطلع بمستوى اللعيب لحته ثانيه. يعني انت بتقول مثلا الشناوي، طب ما ابو تريكا كان في الترسانه ما حدش يعرف عنه حاجه، جه الاهلي بقى، وائل جمعه كان في المحله، ما حدش ينفع النقله دي تحصل؟ وايه اللي مطلوب من اللعيب عشان يقدر يحقق النقله؟ لان الناس في برضه خد بالك في لعيب بمجرد ما بيلبس تيشيرت النادي الاهلي يقول لك انا خلاص كده عديت، يعني انا عملت كل حاجه. طيب اكيد اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي هو لعيب كويس جدا وكان في فرقته باين وظاهر وكل حاجه، ولكن الامكانيات ما كانتش مساعداه، اللعيبه اللي حواليه مش مساعداه يقدم كل مردوده. انما انت في النادي الاهلي فانت كل اللي حواليك لعيبه سوبر، فانت لما تلعب مع لعيب سوبر اكيد مستواك الفني والذهني والبدني بيزيد. أيوة. ده شيء بديهي. فانت لما تلم 10 12 لعيب كلهم فكريا وذهنيا وبدنيا وفنيا عاليين غصبا عنك مستواك هيعلى معاهم. برضه بالحراسه، انت اكيد مدربين حراس المرمى في النادي الاهلي احسن من حتت تانيه كتير. أيوة. فانت لما تتمرن مع مدرب شغال بطريقه معينه وتيجي تشوف مدرب تاني بيشتغل بطريقه احسن غصبا عنك مستواك هيعلى، مع ثقتك اللي بتعرف نفسك بوجودك تحت التلات خشبات في مرمى النادي الاهلي، لا ده انت بقى خلاص بتركب جناحات زي ما بيقولوا. متابع الدوري المصري يا كابتن؟ اكيد اكيد. مين اللعيب اللي تقول النادي الاهلي حط عينك عليه، او مين اللعيب اللي انت شايفه صفقه يستحق النادي الاهلي ينظر ليها بعين الاعتبار؟ طيب يعني اكيد احنا عندنا لعيب، بس احنا مش احنا اللي مش واخد حقه عندنا. عمر حمدي ده انا شايفه لعيب خليفه بركات. ده لاعب يعني لاعب من عندنا. بس انا بقول لحضرتك يعني ده لعيب كويس جدا جدا جدا. في باك رايت في ام بي اسمه، هو مواليد 2000 باين، كان بيلعب في نجوم المستقبل، اسمه حاجه فريد. ماشي. باك رايت كويس جدا. في مثلا باك رايت في اسوان، بس انا مش متذكر اسمه، حاجه بسيوني ولا علي، مش لفتوا نظرك الثلاث لعيبه دول؟ لا انا بدور على الحتت اللي يعني ناصر الاهلي اللي الاهلي بيدور عليها يعني. تمام. في مثلا انت لو فتحي، لو عايز تغير لو فتحي بعد السيزون مشي، شايف هاني لوحده ما يسدش؟ استحال. وفكره انت ترجع اكرم توفيق عشان يلعب باك رايت برضه مش هتنفعك. مش شايف انت لازم تجيب واحد باك رايت. وانا شايف ان اقرب واحد يجي يحل مكان فتحي بنفس قلبه وروحه ومجدعته هو رجب بكار. انا لعبت معاه 3 سنين في الداخليه وعارفه وعارف امكانياته، لعيب هايل وهينفع النادي الاهلي قوي 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 في الحته دي. عظيم. اخدك ونروح ماتش الاسماعيلي بعد يومين. ازاي بتبص الماتش ده؟ يعني طبعا بعيدا عن الثلاث نقط المهمين جدا، هنتكلم على 8 نقط ناخدهم نحسم بطوله الدوري ان شاء الله. ثلاث نقط مهمين بالتاكيد، لكن يبقى دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه ليها طابع خاص. ازاي بتبص لها وازاي شايف فرص الاهلي فيها؟ طب عشان نبقى بس على امانه، الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي بتاع كل سنه. يعني بس مع كامل احترامي، الاسماعيلي لما بيلعب الاهلي بيبقى حاجه حتى لو كان بيتحول. في بالظبط كده بيحصل فيه تحول. ماشي أوكي. انا معاك تماما، بس برضو احنا يعني على ارض الواقع انت لو دخلت يعني راجل في الملعب لو شفت اللعيب من هنا قدام لعيب من هنا في كل مكان هتلاقيك انت متفوق. ايوه تمام. فانت على ارض الواقع زي ما بقول لك على الورق قبل ما تخش المباراه انت متفوق، ولكن هتفرق معاك بقى في جوده اللعيبه اللي موجوده في الملعب في وقتها. طبعا انا احيي مستر فايلر اللي قدر يهرب من قصه 4-2-3-1 ويلعب 4-4-2 دايموند. حلت موقف كبير جدا بوجود مروان وتحتيه بادجي، دي حلت لنا موقف صعب جدا كنا بنمر بيه. وجود جيرالدو على الطرف، الناس يمكن الناس دايسه عليه شويه، اهدوا عليه. مهما كان حتى لو وحش هيجي له وقت هيبقى فيه توفيق. مش على طول التوفيق هيبقى معاه. ناهيك ان اجاي مش في حالته، فانت لازم غصب عنك تدي جيرالدو، ولازم غصب عنك زي ما بتدي شيخ، والشيخ ماشي بطريقه مميزه، يمكن احسن فتره للشيخ من ساعه ما جه النادي الاهلي. لسه كنت بقول كده. يعني احسن فتره للشيخ من ساعه ما جه النادي الاهلي. ياخد هيزيد. انت عندك نص الملعب مفيش خلاف على ديانج وحمدي فتحي. الاربعه اللي ورا مفيش تغيير من الاربعه اللي ورا، فانت انت التيم بتاعك ثابت، ولكن يمكن هتفرق في حاجه واحده بس، لو هتلعب 4-4-2 دايموند يعني في وقت من الاوقات كتير بتلعب واحد تحتيه واحد. لا انت لو هتلعب بطرف مثلا، عملت فتره من الفترات في الماتش اللي فات ماتش الحرس فتحي وقدامه محمد هاني قبل ما تغير فتحي. مظبوط. في الوقت ده بالذات ما كنتش تطلع مروان ده، لان انا هيبقى عندي فتحي بيعمل اوفرات من هنا
وعلي معلول بيعمل اوفرات من هنا او محمد هاني من هنا، كان لازم يبقى تلعب باثنين سترايكر، لان انت كمان كان اخر ربع ساعه فما كنتش تطلع مروان يعني. وبعد خصوصا ان مروان العجله ابتدت تمشي معاه والمكنه تطلع قماش ففي اوقات كده يعني بيعمل حاجات غريبه شويه. مصطفى بيعمل تغييرات، طبعا هو ده المتاح. وخلي بالك احنا ما عندناش حد، يمكن على الورق احنا اقل الفرق في الاربعه اللي في نص النهائي، على الرغم من انه ناس كتير بتقول قوي انه الثلاث نقط بتوع الحرس كانوا تغييرات فايلر الثلاثه قفشه واجاي ووليد سليمان. وليد سليمان هو شكل الفرقه اتبدل في العشر بس يعني. شكل الفرقه اتبدل ليه؟ عشان وليد سليمان مش عشان حد تاني. ما يعني اجاي عامل تو اسيست، اجاي ما هو خلي بالك بس اجاي عامل تو اسيست، اجاي مش في حالته اجاي ده بيقول لك، بيقول لك راجل معجب بيه احتمال يبتدي ماتش اسماعيلي اساسي، حاسس ان هو استعاد جزء كبير جدا من مستواه. يا رب احنا نكره ان اجاي يبقى فايق، احنا نتمنى ده. انا قلت من مكاسب الماتش ده يعني بعيدا عن الثلاث نقط وال80 دقيقه اللي حرقوا دمنا الاولانيين، انه وليد واجاي وقفشه ومعلول كمان، مش عايز اظلم معلول طبعا عامل ماتش. لا بس اقول لك حاجه، لا قفشه احنا برده مش عايزين نطلع بيه السما في 10 دقائق جاب فيهم جون من كره عرضيه. معنويات يا كابتن، معنويات بس، معنويات. انما اجايه ما جابش ربع مستواه الحقيقي. اجايه ده كان بيكسبنا لوحده في ماتشات بره صفاقسي يعني، قصدي سوري الترجي، ماتشات هنا الزمالك. اجايه ده تقل كبير في الفرقه بس هو في حاله يعني استفهام غريب وانعدام موازي زي ما بتقول. فانا يعني خليني على اللي انا ابتديت بيه الماتش اللي فات، ولما يحصل تغيير بعد كده ماشي. انا معاك ان فايلر تغييراته افادت النادي الاهلي، بس يمكن لو تاخرنا في الهدف الاولاني للامانه يكون الله الا ودي حاجه بتاعت ربنا، كنا عشان نقدر نجيب الثاني. أيوه. خاصه ان فرقه الحرس اخذ ربع ساعه، ربع ساعه اللي هي بتاعتنا احنا، هم استحواذهم اعلى مننا، هم استحواذهم 56% واحنا 44% في الربع ساعه الاخيره اللي النادي الاهلي عايز يكسب فيها. ايوه فدي حاجه غريبه. ما هي لو دي ممكن لو عمل كتير قوي، بس انا بتكلم يعني لو كوره مروان اللي في الاول اللي عملها له ماشي، اللي عملها له ماشي كان حطها خلصت ماشي. بس انا بتكلم في ايه في وقت زي ده، انا ما غيرش تغييرات دفاعيه ما طلعش باك رايت. طب عايز انقل معاك على افريقيا ورؤيتك لفرص الاهلي مع الوداد في المغرب ذهابا وفي مصر او في القاهره ايابا. للامانه لو كنا لعبنا دلوقتي كنت هبقى متخوف جدا 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 جدا. يمكن على الرغم انه الوداد نفسهم عندهم حالات كورونا كتير وعدد كبير من اللعيبه حجر صحي مش معترض، بس حجر صحي اسبوعين وهيرجع تاني. اسبوعين برضو بعيد عن مش يعني لعيب الكوره ما بيقعدش اسبوعين، لعيب الكوره بيلعب من 6 ايام ل 10 ايام لان عنده المناعه بتبقى قويه شويه ده بس المعلومه يعني. تمام. فانت ممكن 10 ايام ويتمرن 20 يوم ويلعب ماتش الاهلي ماشي، انما هي جت في مصلحتنا والله من عند ربنا. انت شايف انك انت مع التاجيل، قرار التاجيل ده خلاص؟ لا التاجيل ده 10 على 10 في مصلحتنا، هيدينا باور وهيرجع اللعيبه كامله وهيخلي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي تلعب مع بعضها اكتر ويرجع ريتم النادي الاهلي وكره النادي الاهلي اللي احنا افتقدناها في فتره ما بعد الكورونا. عشان كده الحمد لله ان من وجهه نظري نصف النهائي اتاجل. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نفوز ببطوله افريقيا اللي ما عندنا بقى لها 7 سنين، رقم كبير على النادي الاهلي ما عداش عليه. انت وانت في وانت بتلعب في الاهلي خدت بطوله افريقيا 2001 2001 كنت الناس دوري موجود. دوري ابطال، دوري ابطال 2001 سان داونز. وسوبر لا سوبر ده سان داونز، سوبر سان داونز 3-1 صح؟ لا السوبر كايزر باين، احنا كايزر كسبنا سان داونز هنا 1-1 هناك وكسبنا هنا 3-0 ايوه. فبقول لحضرتك انا عايزك تحكي لي بس على ظروف البطوله وتعامل اللعيبه مع بطوله زي بطوله دوري ابطال افريقيا، بيبقى ليها مفاتيح، بيبقى ليها كلمه سر. طيب كلمه سر، احنا كنا مستبعدين لفتره ما لحد سنه 99 وما كنا منسحبين يعني، وبعدين استبعدنا رجعنا 2000 في 2000 طلعنا من البن الاثيوبي باين، تعادلنا 2-2 هنا وخرجنا ورايحين نلعب 2001 مستر مانويل جوزيه ما يعرفش حاجه عن الكره الافريقيه زيه زي مستر فايلر، لسه اول سنه دي جاي لقى الفرقه قوامها حوالي 22 سنه او 23 سنه. كان كل اللي بيعمله مستر جوزيه في الوقت ده ما كانش صارم زي الفتره الثانيه. في الفتره الاولانيه كان مستر جوزيه جد او كل حاجه، بس كان بيحبب الفرقه في بعضها وكان بيدي ثقه ودوافع نفسيه للعيبه. اتعاملنا مع مدربين كتير، هو احسن واحد في الحته دي، بيخلق دوافع، بيخلق دوافع كل ماتش غير طبيعيه. وبكل ماتش بماتشه يعني، مثلا الترجي هناك واحنا يعني رايحين انت بتعادل هنا 0-0 ورايح هناك فرصه ان انت تجيب جون ما عندكش حد يجيب لك جون، بس هو برضه في توفيق من عند ربنا
سيد يعمل كده من نص الملعب تقوم رايح في الجون، وده توفيق من عند ربنا. بس بقى التعامل الذهني والتعامل الفني في الملعب، احنا بعد ما جبنا الجون لو خدت بالك 17 نوفمبر 2001 بالظبط كده، صح كده؟ اه بالظبط. احنا بندافع، ده كان هدف بخمسه، ما نقدرش مصر كلها اتكلمت عنه بعد الهدف. الخمسه دفاع وقدامهم كان المفروض كنا بنلعب ساعتها 5-3-2، 5-3 ديفندر لعبوا، 2 راح مطلع راس حربه ومنزل ديفندر تاني، وقعدنا ندافع 22 دقيقه ما رحناش على الجون بعد الجون، ما رحناش بهجمه، ولكن هو خلاص هو محفظك. أيوة. انت رايح تعمل كده. انا عصام الحضري في الماتش ده طلع واحده، احنا كلنا يعني قاعدين في الملعب عملنا كده والله العظيم. كان فاول شد من فوق العارضه بطريقه فظيعه، كلنا قلنا جول وسبحان الله، وكان في توفيق. بس اللي انا عايز اقوله ايه، ان التعامل كان تعامل تاني خالص. رحنا مثلا في جنوب افريقيا بنلعب في الصيام، ده الماتش بقى اللي كان كورتنا فيه حلوه. ليه؟ لان هم فرقه بتلعب كوره عكس ماتشات شمال افريقيا. أي. كله دب وخناقات وبتاع، انما هناك في جنوب افريقيا كنت بتلعب كوره عاديه جدا. اول حاجه قالك انا عايز استمتع كوره، ماتش نهائي جوزيه، انت بتلعب نهائي افريقيا. قالك انا النهارده عايز استمتع كوره، انا عايز العب اكني رايح اعمل شو. وفعلا عملنا شو في الملعب غير طبيعي، يعني احنا كنا متفوقين على نفسنا في يوم ده. عكس هنا كانت الضغوط بقى بالجماهير. لعبة الاهلي يا كابتن احمد في 30 ثانيه، ايه اللي تحب توجهه لعبة الاهلي في استعدادهم لبطوله افريقيا؟ مش هقول لكم استعيدوا روح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي عمرها ما بتختفي، ولكن استرجلوا شويه، خلوا الجمهور ده يقف معاه، هو واقف معاكم قوي، خلوه بقى يعني يفتخر بيكم اكتر ما هو مفتخر بيكم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي، كان ضيفنا في السادسه مساء، وبشكر حضراتكم على المتابعه. ان شاء الله نقابلكم تاني يوم بقى ماتش الاسماعيلي، ان شاء الله باذن الله نحتفل معاكم باضافه 3 نقط جديده لرصيد النادي الاهلي في مشواره لحسم بطوله الدوري. نقابل حضراتكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم.